دونك سؤال او تمرين رقم جوج. تمرين رقم جوج، جهاد سوس مساء 2021 الدورة العادية، يحتوي صندوق على 9 بيدقات لا يمكن التمييز بينها باللمس. بيدقتان تحملان الرقم 1، 3 بيدقات تحمل الرقم 2، 4 بيدقات تحمل الرقم 3. نسحب تآنيا أي في آن واحد بيدقتين من الصندوق، يعني هنا سحب في آن واحد، سحب في آن واحد 2 ديال البيدقات من الصندوق. نشوفوا الأسئلة. بين أن عدد السحابات الممكنة هو 36. نعتبر الحدث أ الحصول على بيدقتين تحملان نفس الرقم، بين أن احتمال أ هو 5/18. استنتج احتمال أ بار الحدث المضاد للحدث أ، واحسب احتمال الحدث ب الحصول على بيدقتين تحملان رقمين فرضيين. دونك غادي نشوفوا هاد التمرين هذا وكيفاش نجاوبوا عليه. دونك على بركة الله لنبين أن عدد السحابات هو 36. مونطرون كو كارد أوميغا تيغال 36. هذا كارد أوميغا كنكتبو باختصار باش بلا ما تكتب دوك الكلمات ديال ولا ديك الجملة ديال لو نومبغ دو تيغاج بوسيبل إي وكذا. كارد أوميغا تيغال 36. لدينا هنا السؤال تكرر أكثر من مرة. كارد أوميغا تيغال شحال غادي ناخدو؟ دونك سي بما اننا في ان واحد، شحال خدينا؟ خدينا 2 من اصل 9، اذا غتعطينا 9 في 8 مقسومه على 2 في 1 اللي غتعطينا الاصدقاء 9 في 8. 9 في 8 شحال؟ دونك 9 في 8 72. 2 في 1 هي 2، 72 مقسومة على 2 هي 36. إذا كارد أوميغا هو شحال؟ هو 36. نشوفوا دابا الحدث ب. ثانيا أو الحدث أ عفوا، قال لك هنا، قال لك الحدث أ الحصول على بيدقتين تحملان نفس الرقم. بين أن ب أعتذر ب ديالها كتساوي 5/18. لنبين أن مونطرون كو دونك مونطرون كو بي ديال أ كتساوي 5/18. أشنو بغاو الإخوان؟ بغانا ناخدو جوج البيدقات تحملان نفس الرقم، بيدقتان تحملان نفس الرقم. نمشيو شنو هما الحالات الممكنه، نمشيو نشوفو شنو هما الحالات الممكنه. فوالا صنعنا البيدقات، هادو بيدقات متحركه. دونك بيدقات عندنا اللي فيهم رقم 3 كاينين، دونك 1 2 3 4 5، 4 1 2 3 4 غير 4 صوبت وحده زايده، اللي فيهم الرقم 2 كاينين 2 3، اللي فيهم الرقم 1 كاينين فقط 2. باش نصطفوهم هكا باش يبانوا لينا. قال لك بغينا بيدقتين تحملان نفس الرقم، واش اللي فيهم الرقم 3 ممكن ناخذ منهم 2؟ نعم نعم. نجيو نديروهم هنا. قلنا غادي ناخدو غير 2 بيدقات ياك. دونك هنا اللي فيهم رقم 3 نقدرو ناخدو منهم 2، اللي فيهم رقم 3 نقدرو ناخدو منهم 2. أولا ممكن ناخدو اللي فيهم رقم 2، واش ممكن ناخدو منهم 2؟ هما 3. نعم اللي فيهم رقم 2 ممكن ناخذ منهم 2، واللي فيهم رقم 1 نعم ممكن ناخذ منهم
جوجات حيت العدد كافي. يعني اش نبداو الحاله الاولى دابا؟ نبداو الحاله الاولى دابا. لدينا قلنا كاردينال ديال ا كيساوي سي. هنا اللي فيهم ثلاثه الاصدقاء اللي فيهم ثلاثه اللي فيهم ثلاثه شحال خدينا منهم؟ قال لك كرتين تحملان نفس الرقم، دونك غادي ناخذو ثلاثه ثلاثه. دونك غادي ناخذو جوج الكرات فيهم الرقم ثلاثه او جوج البيدقات فيهم الرقم ثلاثه، شحال غيبقاو؟ غيبقاو جوجات. يعني خديت نقول اننا اخذنا اثنان من اصلي اربعه، دونك سي جوج من اربعه او زائد هنا ديال جوج شحال هما؟ ثلاثه، غناخذ منهم جوجات، يعني سي جوج من ثلاثه زائد اللي فيهم رقم واحد هما جوجات، غادي ناخذهم بجوج، يعني سي جوج من جوج. وغادي نحسب شحال غتعطينا؟ سي جوج من ربعة هي ربعة في ثلاثة مقسومة على جوج في واحد. سي جوج من ثلاثة هي ثلاثة في جوج على جوج في واحد. سي جوج من جوج هي جوج في واحد على جوج في واحد. غتعطيني ربعة في ثلاثة، ربعة في ثلاثة الأصدقاء 12 مقسوم على جوج هي ستة. ثلاثة في جوج هنا كاين اختزال، الناس اللي ما كيعرفوا الاختزال، جوج غتمشي مع جوج غتبقى ليا ثلاثة. هنا غادي نلاحظ جوج في واحد هي جوج، جوج في واحد هي جوج غتعطيني واحد. إذا ستة زائد تسعود غتعطينا عشرة. الكاردينال عطانا الإخوان عشرة. نمشيو دابا نحسبوا الاحتمال. إذا دونك لا بروبابيليتي ديال ا عطاتنا شحال؟ نكتبوا القاعده، كاردينال ا مقسومه على كارد اوميغا. الكارد ديال ا عطانا 10، كارد اوميغا عندنا 36. اذا الا قسمنا على جوج غتعطينا 5 على 18. لذلك ديما العدد اللي كيعطيك غير كتبوه، واخا ما تعرف الاختزال غير كتبوه، ما كاين اللي غيسولك عليه. دابا غادي نجيو للحادث المضاد ب استنتاج، انا راه شرحته في فيديو خاص. لنستنتج الحادث المضاد، احتمال الحادث المضاد غير لنستنتج باش بلا ما نكتبو ديك الاحتمال والحادث بي ديال ابار. Question B. Déduisons la probabilité de l'événement contraire. Ihtimal hadath al-mudad. Donc, قلنا في القاعدة، شنو هي القاعدة؟ هذا ما كاين ما نحسبوا فيه، فقط نديروا تطبقوا القاعدة. القاعدة تقول أن احتمال الحدث المضاد هو واحد ناقص احتمال الحدث. احتمال الحدث المضاد يعني احتمال ديال ا بار هو واحد ناقص الاحتمال ديال ا. غادي نحسب واحد ناقص، غنعوض الاحتمال ديال ا راه حسبته هو 5 على 18، وغادي نوحد المقام، واحد في 18 ناقص 5 على 18 غتعطيني واحد في 18، 18 ناقص 5 13 على 18. اذا دونك لا بروبابيليتي دو ابار، احتمال ابار هو 13 على 18. 13 على 18 هنا شنو درنا؟ فقط بي ديال ا عوضناه بالقيمه ديالو ووحدنا المقام، وحدنا المقام. ندوزو دابا للحدث بي، الحصول على بيدقتين تحملان رقمين فرضيين. الحصول على بيدقتين تحملان رقمين فرديين على بركة الله. دونك الحدث بي دونك 3 كالكيلون لنحسب
بلاش بلا ما تكثروا الفرنسيه اللي نحسب بي دو بي بالفرنسيه غتقول ليه كالكولون بي دو بي. نشوفوا بعدا شنو هو بي. قال لك الحصول على بيدقتين تحملان رقمين فرضيين. هنا ما حددش لنا الرقم، واش قال لك خذ ليا بيدقة فيها الرقم واحد ولا الرقم جوج؟ لا، لم يحدد بالمرة. الأرقام الفرضية يا أصدقاء، الأرقام الفرضية هما ياش؟ هما واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعود. اللي عندنا منهم احنا هما واحد وثلاثة. يعني في الحالة ديال هذا الحدث هذا، الأرقام الزوجية ما عندي ما ندير بهم، جوج 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 ما عندي ما ندير بهم، بحال لا ما كاينينش. غادي نمشي نشوف الأرقام الفرضية، واش غادي ناخذ من واحد ومن ثلاثة؟ ما حددوش ليا. إذا غادي ناخذ منهم كاملهم جوج ديال البيدقات، كاملهم غناخذ جوج البيدقات. شحال هما؟ عندي أربعة ثلاثوات وجوج الوحدات، يعني شحال؟ يعني خمسة الأرقام فرضية، خمسة البيدقات تحمل أرقام فرضية. إذا غادي ناخذ جوج من أصل خمسة. دونك غادي ناخذو جوج من أصل خمسة. واش ناخذ ثلاثة وواحد ولا واحد وواحد ولا ثلاثة وثلاثة؟ لا يهمك الأمر، فقط قال لك خذ الأرقام الفرضية. غادي نجيو لهنا، غادي ناخذو الأرقام الفرضية. قال لك خذ لي رقمين فرضيين، يعني غادي ناخذو جوج ديال لي جوتون فيهم أن بير أن بير. اي كنرمزو ليها، كنرمزو بيه للرقم الفرضي أن بير فرضي، أولا كتب فرضي فرضي، المهم شغلك أنت. لدينا قلنا اشنا هو الكار دو بي؟ هو سي. غادي ناخذ جوج الكرات من الارقام الفرضيه. شحال هما الارقام الفرضيه؟ هما خمسه الكرات، عفوا خمسه البيدقات. غتعطيني خمسه في اربعه مقسومه على جوج في واحد. خمسه في اربعه عشرين مقسومه على جوج غتعطينا هي شحال؟ هي عشره. اذا دونك لا بروبابيليتي دو بي هي كارد بي مقسومه على كارد اوميغا 10 مقسومه على 36 غتعطيني شحال؟ 20 على 2 هي هذيك 10 على 36 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 5 على 18. فوالا نفس داكشي اللي عطاتنا في الاحتمال الحدث باش ما نغلطش شي حاجه. دونك 5 في اللي قبل منه 4 20 مقسومه على 2 10 على 36 كارد اوميغا، دونك 5 على 18. هادشي اللي عندنا. فوالا دونك هادشي اللي عندنا في الامتحان ديال جهه سوس الاخوان، هادشي اللي عندنا في الامتحان ديال جهه سوس ندوز ل 80 رقم 3. دونك قبل ما نسد يعني ندوز ل 80 الاخر، هنا غلطت الاخوان، هنا غلطت، راه يلا وقفت لا فيديو شفت سميتو، انا غلطت اعتذر. ماشي خمسة، لأن كاين عندي ربعة ديال التلاتاوات، ربعة غلطوني هادو، عندي ربعة ديال التلاتاوات وجوج الوحدات، يعني شحال هما؟ ربعة التلاتاوات وجوج الوحدات، دونك ربعة خمسة ستة، ستة، ستة ديال الأرقام الفردية، ستة الإخوان، ستة، صححو صححو معي ستة، دونك سي جوج من ستة، سي للأمانة فقط سي جوج من ستة، إذا غتعطينا شحال؟ غتعطينا ستة مضروبة في خمسة. ستة مضروبة في خمسة، دونك غتعطينا تلاتين. ستة في خمسة تلاتين، تلاتين مقسومة على جوج غتعطينا خمسطاش، ماشي عشرة، خمسطاش. إذا هنا غتعطينا الإخوان خمسطاش على ستة وتلاتين، خمسطاش على ستة وتلاتين، خمسطاش على ستة وتلاتين، نشوفو الإختزال، هي خمسة على اتناش، دونك ماشي خمسة على تمنطاش، غتعطينا خمسة على 5 على 12 واعتدل. دونك ندوزو للتمرين الموالي.